ملأ الله أوقاتكم حبورا وسرورا، ويا هلا ويا غلا ويا مرحبا فيكم. على أي عام تبني خطتك؟ بعض الناس يبني خطته على التقويم الهجري، وبعضهم على التقويم الميلادي، وبعضهم على التقويم الدراسي، وبعضهم على التقويم الولادي. الولادي يعني من تاريخ ولادته. يقول عمري 24 سنة خطتي كيتو كيتو، وعمري 35 خطتي كيتو كيتو، وعمري 40 خطتي كيتو كيتو، وعمري 50 خطتي كيتو كيتو. وبعضهم على اللحظة الآنية، بمعنى يقول من الآن إلى سنة سأنجز المعجزات التالية، ويبدأ بعمل تقويمه بناء على تلك الخطة. كلنا نشترك في امتلاك الوقت، ولكننا نختلف في كيفية استثماره. ما رأيك لو ركزت في عامك هذا على علم أو فن أو كتاب أو تخصص؟ من الأمثلة على ذلك أن تركز في عامك هذا على صحبة الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي مثلا، فلا ينتهي العام إلا وقد عرفت كل ما كتبه ولخصته وأتقنته. أو أن تركز على صحبة الشيخ محمد الخضر حسين في موسوعته، فلا ينتهي العام إلا وقد أصبحت من خلص طلبته. أو أن تصحب مثلا في عامك هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا يمر العام إلا وقد فليت كتبه فليا. أو أن تصحب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا العام، أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية. أو أن تقرأ في علوم الإمام أحمد كهذا الكتاب الذي يضم كثيرا من مسائله. أو أن تصحب معالي الشيخ صالح آل الشيخ في سلسلة محاضراته العلمية وفي أجوبته وبحوثه ومدارساته. أو أن تصحب كاتبا شهيرا كروبرت جرين صاحب الكتب المشهورة في الاستراتيجيات وفي النفوذ والتمكن. أو حتى أن تلخص كتب براين تريسي وتعمل عليها خلال عامك هذا. بالمناسبة كتابه التركيز أحد أصدقائي قرأه 6 مرات ولخصه. الطريقة الثانية، بدلا من أن تركز على رجل تركز على كتاب كتفسير البغوي مثلا، أو الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، أو تفسير ابن كثير، أو حتى تفسير السعدي، أو موسوعة التفسير بالمأثور. ومن حاز هذه الموسوعة فقد حاز كنزا إلى رحله، فتأخذها وتلخصها طوال العام وتكون هي مشروعك. أو أن تركز على أحد الشروح الحديثية ككتاب الاستذكار لابن عبد البر مثلا، أو كتاب المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي، أو غيره من الشروح. أو أن تأخذ أحد الشروح الصحيحين الكبيرة كالتوضيح لابن الملقن، أو فتح الباري بن حجر، أو حتى كتاب المفهم للقرطبي وهو من الكتب النفيسة، أو شرح مسلم للنووي وغيرها من الكتب. أو أن تختار الكتاب الذي تحبه في الفن الذي تحبه، في الجغرافيا، في التاريخ، في التراجم، في السيار، في الفقه، في أي فن من الفنون التي تودها. قبل أسبوع تقريبا جلست مع أحد أصدقائي، حدثني بهمته في القراءة وأنه يقرأ في الأسبوع الواحد أكثر من كتاب وفي السنة أكثر من 100 كتاب. قال لكن بعض الأحيان تواجهني مشكلة أني أسأل عن كتاب من الكتب التي قرأتها، قال فلا أتذكر إلا شكل الغلاف الخارجي، ذكر اسم المؤلف لكن ما أتذكر أي معلومات أو بيانات عن ذلك الكتاب. ذكرت له السبب في ذلك وأن المشكلة هي عدم هضمه للمعلومات الموجودة في الكتب. سبحان الله يا أصدقاء، كما أن الجسم يحتاج إلى أن يهضم الطعام الذي يدخل فيه، فكذلك العقل هو في حاجة لهضم المعلومات التي تدخل فيه. ولذلك كانوا يقولون كل ساعة قراءة لابد أن تكون فيها 10 دقائق للتأمل حتى يستطيع الإنسان أن يهضم ويحلل ما قرأ. سبحان الله، بن عثيمين له كلمة جميلة يقول فيها قرأنا الكثير ولم يبقى إلا ما حفظنا. كيف الإنسان يستطيع أن يحفظ المقروءات الكثيرة اللي موجودة عنده؟ الجواب لابد أن يكون عند كل واحد دفترين، الدفتر الأول لاقتناص الفوائد الموجودة في الكتب، والدفتر الثاني لتلخيص الكتب المهمة. هذا دفتر الفوائد، من كل كتاب تخرج 5، 10، 15 فائدة وتذكر الصفحة اللي فيها هذه الفائدة، في صفحة كذا حصلت كذا، في صفحة كذا وجدت كذا، وتستنبط هذه الفوائد وتحفظها عندك في دفترك. طيب هالدفتر يكون رفيقك في غرفة النوم قبل أن تنام، ما يحتاج تشيك على سناب شات وعلى واتساب، تمسك هذا الدفتر وتراجع المعلومات والفوائد اللي موجودة فيه. بهذه الطريقة أنت تدخل خلاصات والفوائد التي حصلت عليها في ذهنك، مع المراجعات الكثيرة جدا تجد أن هذه الفوائد موجودة على طرف لسانك. نجي للدفتر الثاني، دفتر التلخيص. دفتر التلخيص ما تقتنص الفوائد من خلال الكتاب، بل تأتي بجل ما في الكتاب. بمعنى مثلا تكتب من صفحة 236 إلى صفحة 262، تأتي بخلاصة ما ذكره المؤلف بشكل كامل في 4، 5، 6، 7 أسطر. بعدين تنتقل للجزء الذي بعده 10 صفحات، 15 صفحة، تنتقل للجزء اللي بعده 20، 30، 40 صفحة، تأتي بخلاصتها، تكتب من صاد كذا إلى صاد كذا، وتبدأ تذكر الفكرة التي ذكرها المؤلف في هذا المكان. بهذه الطريقة صار عندك أكثر من مسار في القراءة، عندك مسار لتلخيص الكتاب بشكل كامل، وعندك مسار لاقتناص الفوائد من الكتب. فعجبتك فائدة من هذا الكتاب مباشرة تقتنص هذه الفائدة وتكتب رقم الصفحة و
تصيغ تلك الفائدة بأسلوبك لا بأسلوب المؤلف. ليش؟ حتى تعود لسانك على الصياغة بلغة أهل العلم، فتكون الصياغة ليست نسخ لصق وإنما بأسلوبك أنت. أعطيكم مثالا على التلخيص، هذا مختصر تفسير ابن كثير تقريبا. المؤلف إيش سوى؟ جاء إلى كل آية من الآيات التي فسرها ابن كثير واختصرها ولخص ما ذكره ابن كثير فيها سطر سطرين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أسطر بحسب ما ذكره ابن كثير. حسب ابن كثير يتكلم عن الآية في خمس صفحات ست صفحات، هذا يذكرها في خمسة أسطر ستة أسطر، فيذكر خلاصة الخلاصة. من أكبر مستفيد من هذا؟ أكبر مستفيد هو الذي قام بالتلخيص. ولذلك سبحان الله ما يثبت العلم شيء مثل التلخيص والتدريس، فأنت إذا لخصت أو درست ثبت العلم في صدرك.